نعم يطبق القانون، واكو تجاوب واكو تعاون من قبل الناس المواطنين، واكو كل شعوب العالم اكو ناس تخالف وناس تلتزم، بس بشكل عام اكو تجاوب والسواق مكيفين واكو احترام للقانون بشكل جيد جدا. تجينا من اخواننا السواق حول السنويات تجديدها او اجازات السوق، فهذه المساله عايده للمعمل الوطني، ولحد الان ما حصلت الموافقه افتتاح الدائره، وان شاء الله قريبا جدا بعد اجتماع بالسيد المدير ان شاء الله من الفتره قريبه جدا سيتم افتتاح شعب التسجيل واجازات السوق، وان شاء الله ترجع الامور كما كانت عليه. خبر اخر عندنا احنا حاليا، هؤلاء الاطفال اللي موجودين بالتقاطعات منتشرين، اللي دا يبيع مي بشكل مكثف، يعني هسه حاليا هذول ما نعرف شو نسميهم احنا، هذول دا يعملون ما نعرف احنا، هسه راح نسالهم ايش دا يشتغلون وما هذول. تعال يا ابو تعال، ايش تشتغل انت؟ مي. تبيع مي؟ اي. زين ابوك ما يشتغل ابوك؟ مبالة. ها؟ مبالة. زين شو تبيع انت؟ دينس. دينس. الساعة ليش تجون من الصبح؟ بثمانية. ثمانية؟ ثمانية الصبح تجون؟ ايه. الساعة ليش تحلون؟ 12 بالوحده بثنتين. زين زين تطلع يوميا؟ والله 2000 3000. ابوك ما يشتغل؟ بلا يشتغل. بعد ليش يدزك هنا بالشمس الحاره؟ اي ما يكفي ايجار وهذا. ما يكفي؟ لا. زين. وانت المفروض تروح المدرسه؟ بلا والله بس ما اعرف ادرس، تعال اشتغل. طبقها. والله شلون تشوفون ادراج المرور؟ والله حيل زين. اي والله زين. تحترمون قرارات المرور؟ شلون اهم شيء هذا اول فقره، تطبيق اشاره المرور واجب؟ واجب على كل مواطن، لازم احترم تحترم. اهم شيء انه الانسان يحترم النظام، اذا بلا نظام تصير هوسه، فماكو احلى من النظام. تحترم اشاره المرور، تحترم رجل المرور، لان هو الرجال واقف بالشمس وبالمطر بالبرد واقف لأجل خدمتنا، فإحنا لازم وفرض على كل مواطن أنه يحترم المرور ويحترم إشارة المرور. وما ما حد يلتزم بالإشارة. ليش؟ والله فوضى. إيه ما حد يلتزم بالإشارة. من يتحمل المسؤولية؟ المواطن؟ لو شرطة المرور؟ لا المواطن لازم يلتزم و إيه. إذا المواطن لابد أن يكون مثقف. إيه. ليش؟ ليش بالإقليم يعني يلتزم بالإشارة، هوني ما يلتزم.